gentlemen, please welcome Khaled Al-Harafa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى الملعب وحصد الفلوس والجوائز التي تقدر قيمتها بمليون ريال قطري. أقول لكم بكل صراحة زادت أعداد المتشاركين وإن شاء الله الفرص تكون للجميع. طريقة لعبتنا واضحة زي كل يوم، طريق واضح من البداية إلى النهاية، والنرد معنا دائما نلعب فيه ونشوف كل واحد حيطلع للرقم من 1 إلى 6، وعلى هالحال إلى أن نشوف مين اللي حيوصل الأول هو اللي حيستلم الجائزة. وطبعا أذكركم بالأحكام اللي موجودة بالخريطة عساس نذكرها أول وجديد. كرت أحمر فمان الله، كرت الأصفر كرتين، هنقول لك فمان الله. علامة استفهام هي سؤال بقيمة 500 ريال، كرة القدم عبارة عن هدية على طول سريعة ب 800 ريال قطري، وعندكم تبديل الأماكن كل واحد يبدل مكان الثاني، وعندنا تبديل الرصيد كل واحد يبدل الرصيد الثاني، وعندنا خصم 50% بس مش تخفيضات بنسحبها منك هالمرة. شاهدنا جميعا أنه لا مفاجآت تذكر في مباريات الأمس، كل شيء كان واضح، فرق الأغلبية توقعوها أنها حتفوز فازت. طبعا رست الموضوع على الأندية المتواجدة في دوري نجوم قطر، صحيح أن الأهلي نزل ولكن لا يزال موجود في هذه البطولة. اليوم إن شاء الله يكون عندنا عدد متسابقين كثير، إن شاء الله يكون في حيوية ونشاط وسرعة والفرصة تكون متواجدة للجميع. زي ما رجعت ذكرتكم خريطتنا اليوم ما تغيرت، أمورنا واضحة. أبغى الجميع طبعا يقول بسم الله قبل لا يشارك، أنه نعتمد على المعلومات ممكن نساعد فيها شوي، لكن مرة الألف أقول الحظ ما حد يقدر يسوي فيه شيء، الحظ ما حد يقدر يسوي فيه شيء، سبحان الله وتعالى. طبعا هو اللي كاتب لك، إذا ربي كاتب لك أنك تكسب حتكسب، إذا ربي كاتب لك أنك ما حتكسب نتشرف أن سمعنا صوتك، وعد أنت ونصيبك. أوكي، خلينا نشوف مين معنا اليوم متسابقين ونشوف الحظ مين حيكون معه. معنا أم عبد الله من البحرين. أم عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام، شلونك يا امي؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. كلش تمام؟ ربي يعافيك بخير. ام عبد الله اليوم في الدوحه حر، شلون الجو عندكم؟ لا بس شيء والله حر صراحه. حر حر. اي وايد حر. الله يكون في العون. متابعه للدوري هنا في قطر الانديه ولا لا؟ لا مو هناك. في حد عندك قاعد يساعدك ولا لا؟ لا والله بريحاتي. ايوه الله يكون في العون. ما عليك ام عبد الله، احنا معك ان شاء الله. ومعانا مين؟ الله يخليك يا امي. ومعنا الهنوف. اوه تحدي نسائي من البدايه. اوكي الهنوف من قطر. هلا شلونك الهنوف؟ الحمد لله تمام. طيبه؟ اي. ماذا تشجعين؟ ريال مدريد اكيد. ايش دخلنا في ريال مدريد؟ ماما كل شيء ما اشجع. طيب هنا ايش تشجعين؟ اشجع بس ريال مدريد. لا اكيد انه في ميول يعني، خلينا نقولها. السد. يلا اوكي اوكي. ريال مدريد والسد، وما بعدتي كلهم الوانهم بيض وكلهم عالميين ولا يهونوا الانديه الثانيه. طيب الهنوف وام عبد الله، خلينا نشوف الشخصيات ونبدا معهم. وربي يوفق الجميع. يلا نبدا مع ام عبد الله. ام عبد الله لبيتي في مكه ان شاء الله من 1 لـ 6، اختاري رقم 2. 2 حلو. هنوف 3. اوكي نبدا مع ام عبد الله والهنوف ورحلتنا للطريق للملعب، وحنشوف من اللي بيوصل ومن اللي بيحالف الحظ، وان شاء الله الكل يكون حظه طيب اليوم. اعطونا الخريطه خلينا نشوف. يلا بسم الله مع ام عبد الله والنرد الاول، ونشوف كم الرقم اللي بيطلع على 6. بدايه حلوه يا ام عبد الله. اوكي ام عبد الله 1 ولا 2؟ تبين تختصرين؟ انا وش رايي؟ ايش رايك تاخذين 2؟ خلينا نجرب. يلا يلا عطوها 2. تلعبين مره ثانيه ام عبد الله؟ يلا خلينا نشوف، بس نبغى نجمع قبل لا نلعب كثير. كم بيطلع لها؟ 2. يلا 1 ولا 2؟ ان شاء الله 1. 1 حلو. شقيت الطريق، هذا اسمه اختصار وطريق مختصر. خلينا نشوف سؤالك
يا ام عبد الله ان شاء الله يكون سؤال سهل. يقول لك مدرب العربي في كاس السمو ولي العهد موسم 2009 2010، ما بعيده، خلينا نشوف، هل هو عبد الله سعد ولا شاموسكا ولا شتلكا؟ ان شاء الله بالخير الامور. لا، هو امس كان موجود في الملعب ضد فريقه السابق بس ما تابعت المباراه اكيد. عندنا مفاجأة لك يا أم عبد الله، الكهرب طفت عندنا فلين ما نرجع. اصبري يا أم عبد الله، بنرجع لك بعد قليل. إجابة أم عبد الله، أم عبد الله قلت لك عندنا مفاجأة وقلت لك حر بس ما توقعت الحر عاد بيطفي الكهرباء عليه. يلا ما صار له خير. الحمد لله على خير. عموما إجابتك صحيحة بس والله يوم طفى النور أنا قلت فزتي بمليون ريال فجأة ولا شيء، بس يلا الله كريم. إن شاء الله ربي ما يجبر. يا الهنوف شكله، الهنوف وين؟ موجودة. يلا الهنوف بسم الله وإن شاء الله ما يصير شيء. حلو؟ يلا خلينا نرجع الخريطة ونشوف، هي أم عبد الله وصلت بس وين ما أدري. يلا ثلاث خطوات، يلا يلا مرة ثانية، خطوتين. هنوف واحد ولا اثنين؟ أوه أم عبد الله هناك. اثنين؟ يلا أوكي عطوها اثنين. سؤال، سؤال يا هنوف، يلا سؤالك يقول: الفريق الذي لعب الأهلي أمامه ضد مشاركته الوحيدة في كأس سمو ولي العهد عند مشاركته، يعني يوم شارك لعب مع فريق، هل هو قطر ولا العربي ولا السد في مشاركته الوحيدة؟ السد. أوكي السلام عليك، ما أدري تشجعينا، خلي خلاص اثبتي معه صيري تشجعي مع الرياض. 500 ريال الهنوف. نرجع لأم عبد الله، يلا أم عبد الله ثلاث خطوات، يلا واحد اثنين ثلاثة، تبديل أماكن سريع. يلا على حظك يا أم عبد الله، والهنوف طبعا هدية هذه جاتك من أم عبد الله. هنوف دورك الحين، يلا خطوة. 800 ريال الهنوف، حلوين صار معك 1300 ريال. نرجع لأم عبد الله، يلا يلا أم عبد الله وقت تلحقينها إن شاء الله. يلا خمس خطوات، أوكي حلوين وراها ولا تغيرين يمين؟ ان شاء الله نفسي في وراها ان شاء الله. واحد يلا اوكي. الله تعويض حلو جاك. ضرب اثنين صار معك 1000 ريال. نعود على الهنوف. يلا يا هنوف. بسم الله. كم بيطلع لها الهنوف الحين؟ المدريدية السداوية ضرب ثلاثة، كم جامعة هي؟ 1300 ضرب ثلاثة رج 4000، لا 3900. كويس الهنوف الحمد لله. الحمد لله عبرة في النهاية. روح لأم عبد الله، يلا يا أم عبد الله أربع خطوات، أربعة. أوه والله أم عبد الله منطلقة مرة ثانية. يلا أم عبد الله خطوة. طيب سؤال، سؤالك يقول يا أم عبد الله: هذا اللاعب شارك في كأس السمو ولي العهد، هذا اللاعب حبيب جعفر، حسن مطر، زكريا ناصر. أعتقد أن الحظ بيكون معك هالمرة لأن ما أعتقد تعرفينهم ولا؟ لا ما أعرف. أوكي طيب ما قلي الجواب الثاني ولا غير؟ قلتي الجواب الثاني؟ هنا. طيب يلا مني لك غيري بسرعة، أعطيني رقم واحد ولا ثلاثة. يلا الثالث صح عليك. أوكي حلو يا عبد، العراقي حبيب جعفر لعب مع نادي الريان، زاد رصيدك يا أم عبد الله. هنوف قريبة ما أنت بعيدة، خلينا نشوف هنوف. ستة حلوين، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، وثمانمية ريال يا هنوف. هنوف أنت مرة هادية ولكن الظاهر أنه مركزة طاقتك على جمع الفلوس فجمعتي لك 4700 ريال. الحمد لله على كل حال. نرجع لأم عبد الله، يلا يا أم عبد الله كم بيطلع لك الحين؟ ثلاثة
ثلاثة؟ أفا أوكي كرت أصفر مو مشكلة. انتبهي بس ما تطيحين على لا تطيحين في الكرت الثاني إن شاء الله إذا كان موجود. نرجع لهنوف. هنوف هلا. بسم الله ونشوف الحظ وين. هذه سريعة مرة اللعبة. ستة. طيب شوفي هنوف احسبيها أنت. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. اثنين ثلاثة أربعة خمسة. إيش رأيك؟ أتوقع أخذين. تأخذين اثنين؟ عطوا اثنين. يلا. أربعة خمسة ستة. أنا كنت خايف إنك لو رحت هناك تأخذين كرت أحمر ولكن الله ضرب كم ثلاثة؟ سلام هنوف. هلا. شو هالحظ يا هنوف؟ ما شاء الله عرفت. يلا ألف وكم؟ ألف أي ألف؟ 13000 14100 حلو هنوف لازم توصلين بس عاد أم عبد الله ما أعتقد إنها تقدر تتفرج. بنشوف أم عبد الله الحين ودورها وحظها وين بيوديها. يلا بسم الله خطوتين. سؤال يا أم عبد الله. سؤالك يقول لعب الخور في أول مشاركة له في كأس سمو ولي العهد أمام العربي ولا الريان ولا الوكرة؟ إن شاء الله بالجواب الثاني ولا الأول؟ عبد فائد مثالي. وش قلتي؟ الثالث ولا الأول؟ هي. اختاري واحد منهم؟ إن شاء الله بالأول الوكرة. العربي. العربي اوكي يلا جت عشان معلوماتك بس يا ام عبد الله قاعدين نمشي. يلا تستاهلين. شوفي هنوف هلا. يلا عاد حظك ما ادري ايش بسوي الحين. ست خطوات والله ان الستة تخوف بعض الشيء. وين وين افا يا الهنوف راحت ال14 يا هنوف راحت. يلا قهر يلا الله غالب. شو نسوي؟ نرجع لأم عبد الله. أم عبد الله نعم بخير الحالك؟ ما عندك حد. ثلاثة. طيب تروحين واحد تختصرين المشوار ولا اثنين وتجمعين؟ إن شاء الله والله ما أدري مو بعارفة وين أروح. ما أقول لك تبين تختصرين وتقتربين ولا تأخذين المشوار وفي فلوس شكله. أشوف ضرب ثلاثة ضرب أربعة ضرب اثنين. إن شاء الله كريم إن شاء الله بختار واحد. سؤال ولا راحت ميت؟ خلاص راحت ما عاد نقدر نرجعها. فاز يونس محمود بلقب كأس سمو ولي العهد مع ثلاث فرق فريقين فريق واحد. إن شاء الله خير ويمر الوصف والله خير. صح عليك. الغرافة والخور. عاد اليوم توها مرة في قناة الكاس هالمعلومة. أوكي قبل الظهر. أم عبد الله الله يستر عليك من رقم اثنين. الله حلوة حلوة حلوة. جيتي بضرب ثلاثة. أم عبد الله فيها مبلغ زين. فيها مبلغ زين إن شاء الله. فيها مبلغ طيب كم؟ 7500 ريال. أم عبد الله كويسين. لكن النهائي الله يستر إن اللي جاي. أم عبد الله حماس شوي. عبد الله كم ما يقصر انت. وين واحد؟ نعم؟ افا لا يا جماعه انا والله ما شفتها صراحه. ام عبد الله والله اني اسف قهر. شو اسوي عاد شكوى لله. حظ والله حظ. ما حد ترى والله جد ما حد يتحكم في السالفه كلها حظ. يلا جمعتوا مبلغين. هنوف هارد لك وام عبد الله هارد لك. لكن شو اسوي عاد؟ من معنا الحين؟ محمد. الو محمد. الو شلونك يا محمد؟ الحمد لله بخير. طيب طيب محمد انتبه والله قبل شوي جمعوا مبالغ بس والله انا قفلت معي بصراحه قهر يعني على الاقل كان واحد في واحده فيهم تكسب. محمد وش تشجع هنا؟ السد. على صوتك الله يخليك. السد سداوي. طيب يا سداوي دوام دراسة شو الوضع؟ دراسة. كيف؟ دراسة الله يوفقك. طيب يا سداوي خلينا نشوف من المتسابق اللي بيكون معك قبل لا نرجع
ونشوف الشخصيات. من معنا؟ معنا جابر. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام يا جابر، كيف حالك كابتن خالد؟ الله يطول لي في عمرك، شلونك؟ عساك بخير. خير ان جاكم خير. كلش تمام؟ كل شيء كنت الحمد لله، كل شيء اوكي. فريقك في النهائي ولا مو في النهائي؟ لا، في النهائي ان شاء الله بياخذ الكاس. اوه، يعني نقول معانا رياني وسداوي؟ لا والله، رياني صميم. طيب، يعني رياني بتلعب الحين قدام سداوي. نهائي مبكر، هذا يسمى بالنهائي المبكر. يلا يا جابر، الله يوفق الجميع ان شاء الله. خلينا نشوف الشخصيات ونشوف وين ياخذونه. يلا نبدا مع محمد. محمد. نعم. من 1 لـ6 وش تختار؟ 1. 1، اوكي، اعطوه 1. جابر تاخذ 5 كانك، صح؟ ليش يا كابتن خالد؟ لانه يا اخي يميل للاحمر وانت رياني، ف فلسفة فلسفة مني. في النهاية اللي تبيه، اللي يريحك. رقم 6. 6، عطوا 6، اوكي، ما في مشكلة. يلا. محمد وجابر، ونبدأ مع محمد ونقول بسم الله، يلا. كم طلع لمحمد؟ محمد خطوة واحدة، تلعب مرة ثانية يا محمد، يلا. خلنا نشوف كم بيطلع لك. 5، يلا. 1، 2، 3. محمد 2 ولا 1؟ 2. اوكي، يلا مره ثانيه، نبي نجمع فلوس قبل لا ننطلق يا محمد، يلا. 6. طيب، 1 ولا 2؟ 1. اخر في العمق، خيل تبدل. لا، راحت. 800 ريال. اوكي، يلا 800 ريال لك يا محمد. اوكي، نعود الجابر الحين. جابر، يلا بسم الله. يلا بسم الله يا ابوي، يلا. خطوتين الجابر، سؤال حلو، سؤال معناته نبدا نجمع شوي. يلا يا جابر، اتوقع ان معلوماتك جدا ممتازه. لعب احمد راضي نهائي كاس سمو ولي العهد مع فريقين، هما لعبوا مع فريقين، الوكره والعربي، الريان والوكره، العربي والسد. لا، العربي، اظن العربي والسد كابتن خالد. لا، الوكره والعربي. اوكي، صح عليك، تمام. 500 ريال يا جابر. نرجع لمحمد، يلا يا محمد. يلا حماس 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 شوي. محمد منطلق والله. 5. 5 خطوات يا محمد. طار نص المبلغ اللي جامعه اصلا. 400 ريال تعوضها ان شاء الله، مش مشكله. اشوى ما جمعت مبلغ جامد، كان من جد عاد الحسوفه صارت. يلا نعود الجابر، يلا يا جابر. 6. هاي جابر، ايش رايك؟ والله نطلع على عارف اثنين. 2، اختصار واسرع. 1 ولا 2؟ كمل اختصار ولا تروح للضرب 3 وضرب 2 وها هالشغلات دي، بس بتطولك شوي. لا، رقم 1. 1، روح للسريع. اوكي، سؤالك يقول يا جابر، حارس الخور في نهائي كأس سمو ولي العهد موسم 2004-2005 عبد الرحمن عبدو، بابا جبريل، قاسم برهان. أظن كابتن قاسم برهان. صح عليك، صح. أوكي، صار معك 1000 ريال يا جابر. محمد اللي هادي وما يسولف واجد ولكنه مركز. محمد، يلا يا أبوي. 3. وين بتروح الـ3؟ سؤال. اوكي، يلا. سؤالك يقول يا محمد، الفريق الذي شارك في اول 6 بطولات لكأس سمو ولي العهد، اول 6 بطولات لعبها، كان العربي ولا الوكره ولا الريان؟ الريان. غير. العربي. ثبت. اوكي، شارك في اول 6 بطولات، صار العربي ما ندري، الله يكون في العون. يلا يا جابر، 4 خطوات الجابر. 800 ريال، حلوين يا جابر، قاعد تجمع يا جابر. 1800. روح لمحمد، يلا.
محمد. يلا يا محمد كم خطوة؟ واحدة. شوف، إذا رحت يسار نص المبلغ طار، إذا رحت يمين بيجيك سؤال. اثنين. اثنين. يلا عطوا اثنين. سؤالك يقول، طبعا يقدر جابر يجي ويخترق الموضوع من الجنب، المدرب الذي قاد الخور للقبه الوحيد في كأس سمو ولي العهد، هل كان مارشان ولا رينيه ولا سيمون دي؟ سيمون دي خبره جديد. رينيه. حلو، 1400 ريال. جابر معك يلا يا ابوي، خلنا نعطي كم كم كم. ثلاثة. وين سؤال؟ سؤالك يقول، المدرب الذي قاد الغرافة في كأس سمو ولي العهد موسم 2004-2005، هل كان باكيتا، كايو جونيور ولا ميتسو؟ وسهلة صراحة. بين ميتسو وبين باكيتا. سم؟ بين ميتسو وباكيتا. والله شوف، هم باكيتا وكايو جونيور أخبرهم جداد يا أخي، بس كذا أعطتك الجواب. ميتسو يا كابتن. يلا أوكي. والله سهلة، ميتسو قديم يا 2300 ريال جابر. حلوين، نروح لمحمد اللي مسبب، لا بس أخذ طريق طويل شوي بس يمكن يختصره. 6 1 2 3 4 5، عبد الأصفر 6. سؤال يا محمد. وصل. محمد يقول لك، أول مشاركة للوكرة في كأس السمو ولي العهد، أول مرة يشاركون، هل كانت 2000 2001 98 99 ولا 95-96؟ 95-96. واحد. السلام عليك. حلو يا محمد، 1900 أنا بيها أكثر، ولكن يلا جابر إنك جامع ومبلغ جيد، نبيك توصل وتنافس محمد. 1 2 3، لا ضيق صدرك، كرت أصفر عادي. إيه لأن دخلت دخلة قوية فقلنا عاد. يلا يا جابر، شوف عاد ممكن محمد يخلصها وممكن يودعنا وممكن يصير طبيعي الوضع. خطوتين. 1. والله يا محمد، محمد ضرب 4. كم 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 بيوصل؟ كم بيوصل؟ كم بيوصل؟ كم بيوصل؟ عدينا 6، تعدينا 7. 7600 ريال يا محمد، أهم شيء توصل. أنا أبغى حد يوصل اليوم، إن شاء الله إنه يكون في وصول. جابر ان شاء الله نوصل يا كابتن، بس الطريق بعيد. يلا ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. يلا اعطونا الخريطه الجابر. يلا قول ان شاء الله يجيك رقم جيد. اوكي، 4 زين، 4 زين. شوف يا ابوي، يا تضحي وتضحي بنص المبلغ على امل انك توصل قبل، ولا تروح وتجمع على امل ان محمد يطلع. ايش رايك كابتن؟ والله هذه صعبة صراحة، أنا ما أدري، أخاف أقول لك كذا وتصير العكس. قرار لك صدق. شوف، لأنك بتروح واحد بنص المبلغ بيروح، لكن ممكن تختصر الطريق. اثنين بتجمع، واثنين ترى إذا رحت يمكن يجيك كرت أصفر بعد. أنا قاعد أحط لك كل الاحتمالات. والله نبدأ واحد وعلى الله. يلا واحد وعلى الله. ولا طاح نص المبلغ ولا شيء. حلو، اوكي، صح الثقة. سلام عليك يا جابر، 3100. انت اصلا ما مشيت الا خطوة واحدة، فكان قدامك خطوتين. اقتربنا من الحلقة الأخيرة. يلا، 3. سوالك خدمة الموسم يا جابر. بالله اشكر محمد، أنا ما أقدر أقول شيء. تقدر تشكر على الهواء، أنا لا تعليق. والله مشكور اخوي محمد، ما قصر والله. شفت يعني معناته الريان بيفوز على السد يعني. ان شاء الله كل خير كابتن. يلا عطنا النرد، خلاص ما بترجع لورا، بتروح قدام. بسم الله. يلا دور جابر، مشوها، اوريدي خلصت، انتهت. جابر خذ الفلوس وفاز، ومحمد جمع المبلغ، ولكن مع الاسف خسرت يا محمد وفاز جابر ب 3100 ريال. مبروك يا جابر، تستاهل يا جابر، هارد لك يا محمد. يمكن لو كنت ماخذ اللون الثاني كان مش هتلاقي. يلا شكوى لله. معنا الحين حارس
من عمان، اول متسابق معنا من عمان. حارس. نعم. شلونك يا ابوي؟ الحمد لله. تمام. خير الحمد لله. والله زعلنا امس يا اخي. ليش؟ عشان المنتخب العماني يا اخي، والله كنا نبي يتاهل. يا اخي قالوا ان البلنتي، ولا ما له داعي نتكلم عن التحكيم يا اخي، البلنتي يقول لك 100% كان صحيح الظاهر. اي حاجه عاد هذه مشكله التحكيم في كل مكان. ايوه. يلا محمد من عمان، محمد قول لي بس اول حارس، عفوا حارس، تشجع اي الانديه في قطر؟ عربي. العربي، اوكي. مبروك على فوز امس، لكن توقع عادي ما توقع طموحات العرباويه الدور هذا فقط. يلا يا ابوي خلينا نشوف المتسابق اللي معك الثاني اللي بينافس حارس. معنا فهد. فهد من قطر. يلا يا فهد. الو، شو اخبارك يا فهد؟ الله يسلمك، كيف حالك كابتن؟ تمام الله يعافيك، كيف امورك؟ الحمد لله طيبين. داوم دراسه؟ السالفه دراسه. دراسة؟ اي نعم. الله يوفقك ان شاء الله. تشجع هنا؟ الله يسلمك. ريان اكيد. وانا بجوار عالم الريان. تحضر النهائي ولا كيف؟ ان شاء الله باذن الله. يلا فهد وحارس والطريق الى الملعب ونشوف مين اللي بيوصل اول ومين اللي بيجمع. ابغى اشوف مبلغ ذا المره، يعني حاطم كل الارقام. نقول ان شاء الله. حارس. نعم. من 1 إلى 6 اختار. خمسة. أوكي فهد. هلا. تختار 1 إلى 6. واحد. أوكي يلا يا شباب، شوية حماس معي والطريق إلى الملعب يبدأ ونشوف من اللي بيوصل. وبسم الله مع حارس في البداية. يلا حارس، كم جاء؟ خطوة واحدة. تلعب مرة ثانية يا حارس. يلا 4 1 2 3. حارس يمين ولا يسار؟ 2 ولا 1؟ 1 1. أول متسابق معنا اليوم يأخذ الطريق الوعر لكنه بيلعب مرة ثانية. يلا بسم الله حارس، بس أبغاك تجمع 4 بعد مرة ثانية. أوكي يلا يا حارس، 5 خطوات. خلي يطلع بعد على النرد مرة ثانية. عاد هذا اللي يقهر. 0-0 ضرب 2-0. حارس لا تضيق صدرك، يلا بس يكفي انك ابعدت شوي عن فهد. فهد. هلا. يلا بسم الله وابغاك تنطلق انطلاقه سريعه. نفس السيناريو، 1 مره ثانيه. هالمره 5 3 4. طيب ايش رايك؟ 2 2. حلو. نفس الشيء، العب مرة ثانية. نبغى فلوس، نبغى نجمع فلوس. يلا 3 خطوات. 1. ايوه، وش رايك؟ 1 ولا 2؟ 2. 2؟ يلا عطوا 2، حلو. حلو، ضمنت سؤال، لأنك هذيك كنت بتطلع نفس الشيء نرد وما بتطلع بشيء. يلا، أول مباراة في تاريخ كأس سمو ولي العهد أقيمت بتاريخ الأول من مايو 97، الأول من مايو 96، الأول من مايو 95. يعني هي كانت في مايو بس عاد شوف عاد السنة كم. 95. يا فهد. هلا. غير بدل ولا صح؟ لا والله صح صح، عطوه صح. أنا توني بغش، تخيل غششتك غلط. كان توهق صح. يلا يا فهد 500 ريال حلوين. نرجع لحارس. حارس إلى الآن لم تجمع شيئا ولكنك منطلق. خطوتين، شوف عاد ايش سويت الحين. ايوه. يعني أتصور أنك خدمت فهد خدمة جميلة، بس مش معنات كذا أنا فهد فاز، لسه تونا المشوار طويل. يلا يا فهد. فهد. هلا. اختصار المسافات هذا اسمه طلبك. يلا. 1 2 3. عقابا لاختصار المسافات اخذت لك اصفر لانك اخذت مكان مو مكانك. اوكي؟ اوكي. يلا يا ابوي نرجع لحارس. حارس. نعم. اتمنى ما تكون العمليه احبطتك بعض الشيء.
يلا يا ابوي حلو، قول بسم الله وخمس خطوات. واحد اثنين ثلاثة أربعة. لا تقول لي ما جمع شيء للحين. أفا حارس والله تصدق لو أنك ما أخذ لك بس 500 في البداية، لكن الله حظ ونصيب. يلا يا حارس ولا تشيل في خاطرك، لسه السكة طويلة. يلا يا فهد، فهد 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 يخوف والله. فهد يلا، واحد اثنين. شوف يا فهد، نص المبلغ أعتقد يروح ولا سؤال واحد أقرب لك. شلون؟ اثنين اثنين. يلا عطوا اثنين. إيه لأن حارس بعيد مرتاح أنت، ما عندك مشكلة. يلا، آخر مشاركة لقطر في كأس سمو ولي العهد، آخر مشاركة، موسم 2007-2008 2008-2009 2009-2010. رقم واحد 2009-2010. صح صح، يعني ما أعتقد من زمان ما شاركوا، ولا شاركوا ذاك الموسم. ومعاك 1000 ريال. قبل موسمين هذه كانت آخر مشاركة لهم. يلا يا حارس أبغاك تنطلق الآن انطلاقة قوية. كم بيوصل، كم سؤال. يلا يا حارس سؤالك أعطونا. حارس يقول لك سؤالك يا حارس، آخر مشاركة للوكرة في كأس سمو ولي العهد، آخر مرة شاركوا 2000-2001 2001-2002 2003-2004. والله هي بين وبين، بين وبين. عيد 2001-2002 يا جماعة. لا 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 حارس، نعم أنت ترى جاوبتني الأولى صح، عطوا الثالثة. هو قالها وأنا لخبطت. يلا أنا لخبطتك ترى، ها ما عليه، العتب على الكهرباء. يلا يلا فهد. هلا. إنك وحيد حول المقدمة وضرب اثنين. بس كم معه؟ 1000. صاروا 2000. خير وبركة الحمد لله. الله يستر رسم الكرت الأصفر بعدين. يلا نرجع لحارس. حارس انطلق، إن شاء الله تكون. يلا حلو الحمد لله، ستة كويس. يلا 3-4-5. يلا شوف عاد الحين تقدر تخرب على فهد وتقدر تلحقه، أنت حر. رقم واحد. طار نص المبلغ 250. يلا خير وبركة. بس يلا شكوى لله. يلا نرجع لفهد. فهد محتاج الرقم قوي انت. ان شاء الله ان شاء الله. خمسة زين والله، خمسة زين. 3-4-5. سؤال، كنت خايف انك تطيح في الكرت الاصفر وتطلع. اخر ملعب استضافه نهائي كاس السمو ولي العهد، اخر ملعب السنه اللي راحت. هذه قطر استاذ حمد بن خليفه، هو جاوبني. اي واضحه، ما يبي لها كلام. 99 من حمد بنادي قطر. حلو يا فهد، 2500 ريال بينما حارس 250 ريال. ممكن توصل، ممكن تطيح في كم في موجود؟ ضرب 3 الظاهر، 4. الأربعة وين؟ 1-2-3-4. ايش الحظ اليوم؟ هارد لك يا حارس، هارد لك والله، هارد لك. فهد الله يستر عليك من الكرت الأحمر. يلا بسم الله. أعطونا فهد والنرد. كم؟ 6. يبدو لي انك اجتزتها. 1-2-3-4-5-6. الحمد لله. حلو حلو يا فهد، كويس. الحمد لله خير وبركة. 2500 كان ودنا بصفر ثاني جنبها، بس يلا مش مشكلة. فهد تستاهل. حارس هارد لك اليوم، سريعة وهذا حالة الموضوع. محمد بن قطر، الو حمد. الو يا حمد، اين انت يا حمد؟ هنشوف عبيد جاهز. الو، السلام عليكم. عليكم السلام عبيد. الله بخير، صار عندك. شلونك؟ الله يخليك. شلونك يا عبيد؟ الله يسلمك، انت شلونك؟ طيب الله يعافيك. شلون الكويت؟ كيف اموركم هناك؟ ابشرك كل شيء زين الحمد لله. كل شيء تمام. حر اليوم ولا شلون؟ انا كل ما اقول حر الجو حلو ان شاء الله الحمد لله. سلام، شكرا. مخلص برنامج نجيكم نقعد شوي. يلا وش تشجع في قطر؟ مرحبا. والله نص رياني نص الدوري. لا ما يصلح كذا، مو بعد المباراه الجايه ما ينفع ذا الكلام.
تختار. والله في اختار مع واحد لازم تختار. الريان. الريان اوكي يلا خلينا نشوف المتصل اللي معك. حمد. حمد موجود معي الحين؟ موجود موجود. شلونك يا حمد؟ عساك بخير. الله يسلمك. كلش تمام؟ الحمد لله. انت كنت تسمعني قبل شوي ولا لا؟ اي اسمعك واضح اردك ما علي. يلا جل العتب على الاسلاك. يلا يا ابوي. حمد ايش تشجع؟ نعم ايش تشجع؟ سداوي. سداوي كويس ان عبيد اختار الريان. اليوم عاد حلوه اليوم سد وريان اغلب الوقت. يلا خلينا نبدا معكم يا شباب ونشوف مين اللي بيوصل اول وكم المبلغ اللي ممكن ينجمه. ناخذ مين اول؟ عبيد. يلا يا عبيد من 1 إلى 6. رقم 1. رقم 1 اوكي. حمد. رقم 5. 5 اوكي يلا حلو. بسم الله ونبدا معكم الطريق للملعب والخريطة واضحة ومختصرة وجميلة وسهلة اليوم بس فيها شوية شغلات مطبات. 2 3 حلوين عبيد مرة ثانية. يلا 3 ايش تختار يا عبيد؟ رقم 2. رقم 2 يلا حماس حماس يا عبيد. وش الحظ اليوم على النرد طايح فيه كل شوي؟ 1 زين الحمد لله. 800 ريال الحمد لله. نرجع الحين لحمد. حمد هلا. حمد دوام دراسة كيف؟ دراسة دراسة وستة على ستة في الدراسة إن شاء الله تكون. 1 ولا 2؟ نروح ضد 1. 1 أوكي. سؤال كيف المعلومات؟ الحمد لله تمام. يقول لك قاد حسن حرمة الله أسد للفوز بلقب كأس سمو ولي العهد موسم فازوا وهو معهم 2009-2010 2008-2009 2007-2008 ايش رايك؟ أتوقع 2008-2009 أتوقع لا 2008-2007 اوكي عكسته 2007-2008 لخبطتني اوكي صح. 500 ريال يا حمد حلوين. نرجع لعبيد وهالكويت خلينا نشوف يلا كم بيطلع له الحين. نبغاك تجمع يا عبيد قبل لا تنطلق. 3 ايش رايك؟ 1 ولا 2؟ 1 2 3 واحد مع الاسف لانك ما جمعت شيء. لا والله جمع عبيد صح صح اوكي 1600 حلوين يا عبيد. على بالي لسه ما جمعت شيء. عبيد كويس الامور. نرجع الحين لحمد ونشوف. يلا يا حمد يلا بسم الله. 6 1 2 3 4 5 حلوه يا حمد كويس الحظ كويس ما شاء الله. يلا 1500 جيده الحمد لله خير وبركه. نرجع الحين لعبيد يوازيك في المكان. 3 خطوات يا عبيد. 1 2 3 اوه عبيد والله ناوي اليوم ناوي. 4800 ريال قطري وحنا لسه في نص الطريق. نرجع مرة ثانية لحمد. يلا يا حمد 3 وين بتوديك 3؟ ايوه تخيل شوف اللي صار. تبدلت الفلوس يا عبيد ويا حمد. شكر من حمد لعبيد. عبيد ولا يهمك ممكن ترجع تاخذها مرة ثانية بالأخير. الأمور طيبة؟ الله كريم الله كريم طيبة. يلا يا حمد زادت الفلوس 4 1 2 3 أوه شغل تصفية اليوم تمام. أوبا 750 وش ذا عبيد من 4800 ل 750 شكوى لله. يلا يا حمد. حمد كم طلع له؟ 3 خطوات يلا. سؤال يا جنب بعض والله. يلا يقول لك قاد لازاروني قطر للفوز بلقب كأس سمو ولي العهد موسم تذكرها ولا لا؟ 2008 2009
أو 2001 2002 أو 2002 2003 إيش رأيك؟ لا 2008 2009 صح عليك وأنت صح و500 ريال تسجل في الرصيد صار عندك 5300 ريال يا حمد حمد أمورك طيبة وعبيد حظه ماشي اليوم الله كريم الله كريم يا عبيد يلا خطوتان بدأ التعويض بدأ التعويض من أخوك يلا 800 ريال ترجع ترجع تعوضها إن شاء الله يلا نرجع مرة ثانية لحمد يلا يلا يا حمد بسم الله أوفا لا اليوم تصفية من جد يعني ما في مزح 2650 ريال عادي حمد عادي عادي يلا ما في يلا يا عبيد عبيد نفسه بالفلوس كانت يلا خمسة يلا يا عبيد ايش رايك واحد ولا اثنين والله فرحت كيف ما سمعت كله واحد رقم واحد يلا رقم واحد حلوة ضرب ثلاثة عوض سبحان الله مكتوبالك مكتوبالك ولكن العبرة في النهاية الحمد لله رب العالمين 4650 وحمد قاعد يطالعك ويشوف مصيره إلى وين خطوتين حمد 800 ريال بس الرجال منطلق 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 عبيد يلا نرجع لعبيد ونشوف هل بيخلص اللعبة ولا لا عبيد عبيد يا الله شوف الحظ شوف سبحان الله تبادل المصالح دائما ما يفيد العالم بدلت الأماكن يعني اليوم مكتوبة لحمد صراحة حمد يلا شوف النفس الطيبة الحين عادلتوها عاد يلا حمد هلا يلا يا ابوي الف الف مبروك يعني شوف يقول لك سبحان الله اللي حظه طيب تمشي الامور على ما يشتهي اليوم كانت الامور طيبه حمد فاز معي 3450 ريال ممكن يكون يعني سم الله يطول لي عمرك ويخليك سعدنا بسماع صوتكم الاثنين عبيد وحمد كانت صراحه اليوم سريعه سريعه كان في ربح بس ما كان في مبالغ الأقرب كانت أم عبد الله والهنوف كان والله جمعوا مبالغ قوية صراحة واحدة 14000 واحدة 7000 ولكن مع الأسف اثنينهم خذوا كرة حمر أرجع وأقول والله العظيم يعني صراحة هذا كمبيوتر وهذا الحظ وما يسوي سبحان الله إذا ربي كاتب لك بتفوز إيه إذا لا لا والمعلومات قاعدين نساعد فيها وإن شاء الله فرصكم تصير أكثر وأكثر ما عليكم إلا أنه تشوفون الدعاية المخصصة للبرنامج ورسل كلمة طريق أو تريك بالعربي وبالإنجليزي على الرقم الموجود أمامكم وإن شاء الله فرصكم تكون كبيرة والربح يكون أكبر وجوائزنا لا تزال كبيرة وإحنا متواجدين معكم إلى الآن إلى نهاية البطولة كل يوم نشوفكم على خير ومع الطريق إلى الملعب والتسديدة النهائية المتعودة وإن شاء الله اليوم ما تجي في العارضة تجي جول على أساس برضو السلام هذا جول جيد نراكم على خير فمن الله